بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإحسانا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، بادئ ذي بدء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي بكل هدوء. حلقة اليوم مختلفة في موضوعها وفي مكان بثها ونقلها. حديثنا إليكم فيها عن حديث النهاية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كثيرا من الناس من يرتبط في ذهنه عند ذكر الموت إثارة الأحزان والقنوط من الدنيا واليأس منها، وكأن هذا الحديث مدعاة للخوف والجزع واليأس، وهذا لا شك أنه مجانب للصواب ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه الخطاب. نعم إخواني وأخواتي، الدنيا قصيرة والحياة فيها أشبه بأضغاث أحلام، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت أياما أحزن الدهورا. ضرب لنا مثل في سرعة انقضائها وانصرام أيامها، فقال ربنا جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح تسفه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا كل ما فيها متغير، لا يبقى على حال. الدنيا بأيامها ولياليها وبأحزانها وأفراحها تتغير وتحول وتفنى وتزول، إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن دنت أو دنت، وإن علت أو علت. وكم من ملك رفعت له فيها علامات فلما علا مات. هي الأيام ولا يبقى عزيز، وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فانتظر يوما أفوله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذه هي الدنيا وهذه هي حقيقتها. استحضر حقيقة الدنيا واستشعر أنها دار ممر يعيش الإنسان مدته فيها ثم ينتقل عنها. فإذا كان هو العائش كان له حبيب مفقود، وإذا كان هو المنتقل كان هو الحبيب المفقود. فكل الناس في هذا الوجود فاقد ومفقود، لا بد من فقد ومن فاقد، هيهات ما في الناس من خالدي. إنها حياة ثم ممات، وتلاق ثم افتراق، سار على ذلك الأولون والنبيون والمرسلون. فلو دامت الدنيا لأحد لكرامته على الله لدامت لحبيبنا رسول الله. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أتاه يوما جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فوطن نفسك على هذه الحقيقة وتهيأ لفقد الحبيب وفراق القريب. ستسمع من يقول لك بين الحين والحين من المواسين والمعزين: عظم الله أجرك في أمك، وأخلف عليك في أهلك، وأحسن عزاءك في والدك، وعوضك خيرا في ولدك. ذلك أمر لا بد أن يكون، إنك ميت وإنهم ميتون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاصبر إذا فجعت بأقرب الناس إليك،
إذا ثكلت أحب الناس إلى قلبك، اصبر، تمالك نفسك، قوي عزيمتك، أثبت عند سماعك هذا النبأ المؤلم والمزعج والمفجع لقلبك. لماذا؟ لأنك إذا صبرت نلت هذه الجوائز الأربع من رب العالمين، لك البشرى من الله، وعليك صلوات من الله، ولك الرحمة من الله، ولك الهداية من الله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ الإنسان ضعيف، ضعيف في بنيته، ضعيف في عزيمته، ضعيف في إرادته، لا غنى له عن الله، ولذلك عليه أن يتقوى بالله، أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يتكل وأن يثق بالله غاية الوثوق أن الله عز وجل كافيه. لا غنى لك عن الله، ولذلك ردد أول ما تنزل بساحتك المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنها دواء لمصيبتك وعلاج لحزنك. قابل مصيبتك بإيمان راسخ ويقين ثابت بأن هذه المصيبة شاءها الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كن على يقين بأن قضاء الله نافذ، وأمره لا مرد له، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه سبحانه وبحمده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فكن قويا بالله واستعن به سبحانه وتعالى، فإذا نلت هذه الجائزة وكنت صابرا لله، راضيا بقضائه وقدره، شاكرا له، حامدا له سبحانه وتعالى، بعد ذلك احتسب الأجر من عند الله، فإن الله عز وجل وعد الصابرين بأجر بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أثبت عند سماعك النبأ المؤلم وسلم لله واستسلم، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقل ما يقوله الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم توجه إلى الله بقلب ضارع ولسان خاشع: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنه لا يخلص أحد في هذا الدعاء إلا أخلص الله له فيه الرجاء. ثم احمد الله ما استطعت، فإنك إذا فقدت ولدك وحمدت ربك واسترجعت كافأك الله ببيت في الجنة. يقول الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. نعم، قل الحمد لله إذا فقدت ولدك واحتسبه عند الله، فإن الله لن يضيع أجرك ويبني لك هذا البيت في الجنة الذي أطلق عليه رب العالمين اسم بيت الحمد. جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها مريض قد اشتد عليه المرض، فقالت: يا رسول الله، هذا ابني، فادعوا الله له، فوالله لقد دفنت ثلاثة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دفنت ثلاثة؟ مستعظما أمرها. فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني حميت نفسك وطوقت نفسك ووضعت بينك وبين النار سياجا عظيما، فهذا أجر عظيم لمن؟ لمن صبر واحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يقول رب العالمين: ما لعبد المؤمن جزاء إذا أنا أخذت صفيه في هذه الحياة الدنيا واحتسبه إلا الجنة. يعني رب العالمين إذا انتزع من تحبه وتوده ومتعلق به قلبك واحتسبته عند الله، صبرت ورضيت بقضاء الله وقدره واحتسبت الأجر، أجر هذا الصبر والاحتساب عند الله، فإن الله عز وجل يكافئك على هذا الصبر الجنة. ليس لك جزاء إلا جنة عرضها السماوات والأرض. وأنت أيها الأب وأيتها الأم، تعزوا بهذا العزاء، تعزوا بهذا العزاء إذا فوجئتم
بموت أبنائكم أنهم ينتظرونكم عند باب الجنة ويستفتحون لكم كل باب من أبواب الجنة تقفون عليه. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحب ابني هذا. فقال له: تحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. ثم ذهب هذا الرجل فمات ابنه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متعلق بابنه، هو ابنه الوحيد متعلق به. فسأل عنه فقيل: يا رسول الله، إن ابنه قد مات. فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال: ستجده ينتظرك عند باب الجنة يستفتح لك أبواب الجنة التي تقف عليها. هذا متى؟ إذا صبرنا واحتسبنا ورضينا بقضاء الله وقدره. ولنعلم جميعا أن هذا معبر شاق حقيقة، ومسلك وطريق كلنا سيسلكه، وكلنا سيمر عليه، سيسمع هذا النبأ المؤلم. لكن لنتعزى ونسلي أنفسنا بأن الجميع مبتلى، كل الناس مبتلى. أنا لست بمفردي ووحدي من يسمع مثل هذا النبأ المؤلم. هذا ذو القرنين عزى والدته بعزاء عظيم لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها، انتهى به الأمر إلى بابل، فمرض فيها مرضا شديدا أيقن بأنه مرض الموت، فكتب كتابا وأمر الناس أن يوصلوا هذا الكتاب إلى أمه. ماذا كتب في هذا الكتاب؟ قال لأمه في هذا الكتاب: يا أمه، إذا بلغك هذا الكتاب، إذا وصل إليك هذا الكتاب، فاجمعي من شئت، فاصنعي طعاما عظيما واجمع الناس، وقولي له ليأكل من هذا الطعام من لم يصب بمصيبة. فجاء هذا الكتاب إلى أمه فقرأته، فإذا هو نعيه، وفيه هذه الوصية بأن تصنع طعاما عظيما وتدعو الناس إليه. فصنعت طعاما عظيما ودعت الناس إليه، ثم قالت: لا يتقدم ولا يقعد على هذا الطعام إلا رجل لم يصب بمصيبة، فلم يقعد على الطعام أحد. فقالت: يا بني، رحمك الله، من مبلغك عني بأنك وعظتني فاتعظت، وعزيتني فتعزيت، فعليك سلام الله حيا وميتا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبر، فقال لها، وهو ناصح لها عليه الصلاة والسلام وحاثا لها على الصبر والاحتساب، فقال: اتق الله واصبري. هذه المرأة لا تعرف رسول الله، ولم تدري أن الناصح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابته بجواب فظ غليظ وقالت: ما عليك، لم تصب بمثل مصيبتي، لم تجد ما أجده في قلبي، ولم تشعر باللوعة التي أجدها في نفسي وأنا أبكي على قبر ولدي. فقال لها بعض من حولها لائمين: كيف تقولين هذا الكلام لرسول الله؟ فقالت: والله لم أدري. فذهبت تسعى وراءه، فحتى انتهت إلى بيته ولم تجد على داره بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يثاب عليه صاحبه ويؤجر هو الذي يكون في أول يوم وعند سماعك النبأ المؤلم، أما الصبر الاضطراري الذي يكون بعد أيام فهذا لا يؤجر عليه الإنسان، كما قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من أيام مصيبته ما يفعله الجاهل بعد ذلك بأيام. لا تثريب عليك في دمعك إذا سال على خدك لفقد حبيبك ما دام دمع رحمة، ولا حرج عليك في حزن قلبك لموت قريبك ما دام حزن رأفة. فالبكاء لا يعني عدم الرضا، والحزن لا ينافي الصبر على القضاء،
والله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عليه وقال وهو يرفعه بيديه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. احذر التسخط والجزع والتضجر والفزع وشق الجيب ولطم الخد وتفريق الشعر، فإن ذلك يوجب الوزر ويضيع الأجر ويؤذي الميت، فالميت يعذب ببكاء أهله عليه ما دام بكاء نياحة وتذمر لا بكاء رحمة وتأثر. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، التي تصيح عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها وتفرق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق جيبها وثوبها عند المصيبة. وهذا كله بسبب الجزع والتذمر والتسخط والاعتراض على أمر الله وقدره. هذا جزاؤه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم لأنهم فعلوا ما لا يجوز وارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب. وأنتم إخواني وأخواتي، أمام مصيبة الموت أمامكم طريقان، وأنتم أمام خيارين: طريق الصبر وطريق التسخط والجزع والاعتراض على أمر الله وقدره. الصبر تجدون فيه الطمأنينة والبرد والسلام وراحة النفس واستقرارها وهدوءها وسكينتها، لأن هذا مدد من الله، وقوة عزيمة وسلوان عن الميت، والأجر العظيم الذي ينالكم إن صبرتم واحتسبتم. والطريق الآخر طريق الضجر والتسخط والتذمر والاعتراض، هذا لن يرفع المصيبة بل سيزيدها ويضاعفها، وتبقى أنت يا من تسخطت واعترضت على قضاء الله وقدره تبقى وحيدا، لا مدد لك من الله ولا عون لك من الله ولا تأييد لك من الله. الله عز وجل يكلك إلى حولك وقوتك، وإذا وكلت إلى حولك وقوتك فإنك ستنهار، وستحتوشك الهموم والأفكار والأحزان من كل مكان، ولن تجد في هذه المصيبة إلا الضيق، ضيق الصدر وانقباض القلب. ومع هذا لا أجر لك، بل عليك العقوبة والإثم، وتنال الجزاء من الله تبارك وتعالى، كما قال الأول: ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدري. ثم اعلمي أن المقدر كائن، حتما عليك صبرت أم لم تصبري، صبرت أم لم تصبر، المقدر واقع. فالعاقل هو الذي يختار طريق الصبر وطريق الشكر وطريق حمد الله والرضا بقضائه وقدره، والبعيد هو الذي يختار طريق التسخط والتذمر والاعتراض على قضاء الله وقدره. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، هما طريقان لا ثالث لهما. عز نفسك بجميل خلال من فقدت وكريم خصاله، فلا حزن على من حسنت عند الناس سيرته، ولا خوف على من طابت عند الله سريرته، وما مات من يحيى في الناس ذكره، ويبقى على الألسنة شكره. طوبى لميتك إن كان من الشهداء، وليس الشهيد فحسب من يقتل مجاهدا في سبيل الله، ولكن هناك سواه شهداء، فالمطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم والنفساء، كل هؤلاء يعدون شهداء. قو عزيمتك وتمالك نفسك، اخرج من غمرة الأحزان على ميتك إلى دائرة النفع له، سارع إلى قضاء دينه قبل نقله إلى قبره، فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. اجمع من استطعت من الناس للصلاة عليه، فما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، كلهم يشفعون له إلا شفعوا
وكلما كان عدد الشفعاء أكثر كان رجاء قبولها أكبر. إذا حضرت عند ميتك لا تفكر إلا بشيء واحد، لا تفكر بمشاعرك ولا بمصيبتك، وإنما تفكر بنفعه. فإذا رأيته فأغمض عينيه، فإن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم ادعو له بالرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أبي سلمة فوجده مسجى، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. قل هذا الدعاء أول ما تقع عينك على ميتك، ثم لا تقل إلا خيرا ولا تتكلم إلا بالخير. لا ينفع الصياح ولا الصراخ ولا الدعاء على النفس بالويل والثبور ولا أي كلام من الذي يقوله الجازعون الساخطون المعترضون على أمر الله وقدره. لماذا؟ لأن الملائكة تحضر الموت وتحضر عند الميت وتؤمن على كل كلمة تقولونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمض عيني أبي سلمة أيقن أهله أنه قد مات، فضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. استشعروا هذا الأمر إخواني وأخواتي، استشعروا هذا الأمر حقيقة. إنكم عند نزول مصيبة الموت الملائكة كل كلمة وكل دعاء تقولونه يقولون آمين. من اللي يقول آمين؟ الملائكة الذين هم مقربون عند رب العالمين يؤمنون على الكلام الذي تقولونه. فما هو الكلام الذي ستختارونه؟ هل ستختارون نفع الميت، أن تدعون له، أن تدعون له بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن الله عز وجل يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه، أم تدعون على أنفسكم؟ لا شك أن العاقل سيختار الأول. ثم اجتهدوا ما استطعتم في إبراء ذمة ميتكم قبل إدخاله إلى قبره. قد يكون عليه دين، قد تكون ذمته مشغولة بحقوق الناس. لا تدخلوه إلى قبره إلا بعد أن تبرئوا ذمته من دينه. لماذا؟ لأن الميت يعذب ومرتهن ومحبوس في قبره حتى يقضى عنه، محبوس عن الخير، محبوس عن الجنة حتى يقضى عنه دينه. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم امتنع عن الصلاة عن رجل من أصحابه من الأنصار، ما صلى عليه لما علم أن عليه دين. وما هو دينه؟ عليه ديناران، فقط ديناران، ما صلى عليه حتى قام أبو قتادة وقال: أنا كفيله يا رسول الله، أنا أدفع الدينارين عنه. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الغد يقول أبو قتادة: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ هل قمت بسداد دين هذا الميت؟ قلت: يا رسول الله، إنما دفناه بالأمس، فلقيته في اليوم التالي. فقال لي: ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ فقلت: يا رسول الله، قد قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته، يعني الميت الذي كان مدينا وكان ذمته مشغولة بديون الناس وحقوقهم، لما قضيت عنه وسددت ارتاح في قبره وبردت عليه جلدته. ثم اجتهدوا أيضا في الإسراع بتجهيزه ودفنه. كثير من الناس يؤخر دفن الميت، وهذا لا شك أنه تفويت لحق الميت عليكم بالإسراع بدفنه، فإنها إما خير تقدمونه إليه، وهذا ما نتفائل به ونحسن به ونحسن الظن بربنا أن ميتنا مقبل على خير ومقبل على رحمن رحيم، رحمته واسعة سبقت غضبه وغلبت عقوبته. ثم اجتهدوا في جمع ما استطعتم من الناس للصلاة عليه، فإن الناس إذا شفعوا للميت
ودعوا له في صلاتهم فإن الله عز وجل يشفعهم ويستجيب دعاءهم. فاجتهدوا في نفع ميتكم وقدموا ذلك على أحزانكم ومشاعركم. إذا وقفت بميتك على حافة قبره فترفق بإنزاله وأضجعه على جنبه الأيمن في لحده، وضع له وسادة من التراب تحت خده، وقل بكل ما عندك من توجه إلى الله بسم الله وعلى ملة رسول الله. وإذا فرقت من إعادة تراب القبر إليه وأدرت الحجارة فوق الأرض عليه، فاستشعر في هذه اللحظة وحدته وقربته ووحشته، وتمثله وقد عادت روحه إليه وأقبل الملكان بالسؤال عليه، فتصور حاله في مقره، وقف قليلا على قبره وتوجه إلى الله بصادق الدعاء، وقل في ضراعة ورجاء: اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. هذا المشهد هو من أشد مشاهد الدنيا ألما، أن تهيل التراب على قبر أحب الناس إليك. ولذلك عجبت فاطمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفروا له قبرا ودفنوه، فقالت: كيف طابت نفوسكم بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنها سنة الله وأمر الله وإكرام الميت دفنه ثم أماته فأقبره. ورب العالمين علم ابني آدم من غراب كيف يدفن الميت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فهذه سنة ماضية وقدر مقدور، كل الناس سيفنى ولن يبقى إلا وجه رب العالمين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن هذا المشهد يبعث في نفوسنا أمرا عظيما، وهو تذكر هذه الحفرة وأننا سندخلها يوما ما، سنكون يوما ما ليسنا تابعين للجنازة وإنما نحن الجنازة ونحن المحمولون على أكتاف الرجال. هذا مشهد لا بد أن يكون، إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا دفن الإنسان في قبره فاستحب لأحبابه وللمسلمين أن يخلصوا وأن يجتهدوا بالدعاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبور أصحابه بعد دفنهم ويستغفر لهم، وكان إذا استغفر ثلاثا ويدعو لهم بالثبات. وفي جنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ادعوا لأخيكم وسلوا له الثبات، فإنه الآن يسأل ممن؟ يسأل من الملكين. فرب العالمين يرسل إلى كل ميت في قبره بعد أن يلحد ويدفن، يرسل إليه ملكين منكر ونكير، فيبلوانه ويختبرانه في قبره، يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيوفق إلى صحة الجواب فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق والفاجر فيجيب على كل سؤال بقوله: ها لا أدري. فأما المؤمن إذا وفقه الله عز وجل لحسن الجواب وأجاب على الملكين بهذا الجواب، فإن الله عز وجل يريه مقعده من النار، فيفتح له في قبره ما يرى به النار، فينظر إلى النار فيقال له: هذا مقعدك، قد أبدلك الله بخير منه. فيفتح له مقعدا في الجنة فيرى مكانه في الجنة، ويفسح الله عز وجل له في قبره 60 ذراعا
في 60 ذراعا ولا يرى إلا الخضرة والنور في قبره، وأما المنافق والفاجر والكافر فإنه يضرب إذا قال ها ها لا أدري، يضرب بمطرقة من حديد لو طرقت بها الجبال لذابت، ويسمع صراخه كل من على هذه البسيطة إلا الثقلين الإنس والجن. فإذا وقفنا على قبر قريبنا وصاحبنا وحبيبنا فلنجتهد له بالدعاء، وبأن الله عز وجل يثبته في قبره ويوفقه إلى حسن جواب الملكين. يقول عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. وهذه هي من أعظم ثمرات زيارة القبور، أنها تذكرنا بالحياة الخالدة وبالدار الآخرة، تجعل في أعماقنا يقينا جازما وإيمانا راسخا بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار ممر، والحياة فيها ما هو إلا متاع الغرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأن الحياة الحقيقية هي الحياة السرمدية في الدار الآخرة. وهذه الحقيقة موجودة في قلوبنا وهي من صميم إيماننا، لكن نحتاج بين الحين والحين إلى أن نذكر أنفسنا بها، وأعظم ذكرى وأبلغ موعظة إنما هي المقابر، أن نزور المقابر وأن ننظر إلى هذه القبور، وننظر إلى أن أهلها كانوا شيئا فيما مضى، كانوا حكاما وتجارا وأساتذة ومفكرين وأناسا كثيرا، ثم صاروا جثثا هامدة في هذه الحفر، ويواجهون مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار في هذه الحفر، إما أن يكونوا منعمين وإما أن يكونوا معذبين. هذا إذا حركنا به أنفسنا ونظرنا إلى هذه القبور ونظرنا إلى هذه المقابر بهذه الروح، لا شك أننا سننتفع بأخذ العظة والذكرى والعبرة. والأمر الثاني أن نجتهد بالدعاء لهم، ندعو لجميع من هم في القبور، كل من في المقبرة ندعو الله عز وجل لهم بدعاء عام. أول ما ندخل المقبرة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول، لما قالت له عائشة: يا رسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم اذهب إلى قبر قريبك أو والدك أو والدتك أو ولدك أو أخوك أو صاحبك أو أقرب الناس إليك، قم على قبره واجتهد له بالدعاء، فإنه أحوج ما يحتاجه منك في هذه الحفرة هو الدعاء. لا يريد منك شيئا، لا يريد إلا أن تدعو الله عز وجل له بقلب خاشع وبلسان ضارع، أن الله عز وجل يفسح له في قبره، وأن ينور له هذا القبر، وأن يؤنسه في أن يؤنس وحشته في هذه الحفرة، وأن يرسل له سبحانه وتعالى ما يطمئنه ويفرحه ويبشره بالعاقبة الحسنة. اجتهد بهذا الدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب لعبده، والميت ينتفع بهذا الدعاء. والدعاء ليس مقصورا على من وقف على القبر، وإنما الدعاء في كل مكان، سواء كان قريبا من القبر أم بعيدا عنه. تحرى أوقات الإجابة، تحرى الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، تحرى الثلث الأخير من الليل، تحرى وقت الإفطار من الصيام، تحرى هذه الأوقات، وأول ما تذكر هم أحبابك الذين تركوا هذه الدنيا
ورحلوا عنها وأقبلوا إلى الله، اجتهد لهم في الدعاء وأخلص لهم في هذا الدعاء الرجاء، فإن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لا تجعل دعاءك على قبر ميتك آخر عهدك ببره، فسيبقى بحاجة إلى صلتك وامتداد منفعتك، فصله بالدعاء والاستغفار له والصلاة والصدقة عليه والصوم والحج عنه والتفقد لذوي صلته والبر بأهل مودته، فإنك لا تهدي شيئا من ذلك إليه إلا أدخلت السرور عليه. لا تدع زيارة من فقدت من قريب أو ثكلت من حبيب، واسترجع سالف صلتك بهم وجميل أيامك معهم، واستذكر وأنت تدعو لهم سابق معروفهم عليك وإحسانهم إليك، وخاطبهم بما هم له أهل. إذا دعوت لميتك فأخلص له في الدعاء، وابدأ بحمد الله والثناء والصلاة والسلام على رسول الله، واستحضر قرب الله منك وسماعه لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد من الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فأنت إذا دعوت لميتك فادعو بهذا القلب الحاضر، بقلب خاشع، بقلب منيب، بقلب راجي يثق بالله غاية الوثوق أنه سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه وسيحقق له مطلوبه. فاجتهد لميتك في هذه اللحظة وكن على يقين بأن الله عز وجل سيستجيب دعاءك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا مقام عظيم. لا فائدة من الدعاء إذا دعونا ونحن لاهون، لا يستجيب الله عز وجل من قلب لاهي، يعني يدعو من غير حضور قلب. لا بد أن يكون قلبك حاضرا وحضوره كله ثقة بالله وكله ثقة بقرب الله وحسن ظن به سبحانه وتعالى. والله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فادعوا لآبائكم ولأمهاتكم ولأولادكم ولزوجاتكم ولأقاربكم ولأصحابكم. قف على قبر ولدك وقل: كنت يا ولدي أثيرا لدي عزيزا علي، تغمرني السعادة إذا رأيتك وتفيض عاطفتي إذا قبلتك، كنت زينة حياتي ومحط أمنياتي، أتطلع ليوم أراك فيه بلغت مبلغ الرجال وتحققت على يديك الآمال، لكن الله تعالى اختارك إليه فاحتسبتك لديه، ورجوت أن تكون لي فرطا وذخرا وأن يعظم الله لي بك أجرا، فطيب الله يا ولدي تربتك ورفع في الجنة رتبتك، ورزقني حسن العزاء من بعدك وجميل الصبر على فقدك. قف على قبر أمك وقل: أنزل الله عليك يا أمي شآبيب رحمته وسحائب مغفرته، فما كان أعظم فضلك علي وإحسانك إلي، حملتني وهنا على وهن وتحملت من أجلي كل صعب وحزن، وكان صدرك لي سقاء وحجرك لي وقاء، ربيتني صغيرا ورعيتني كبيرا، فأكرم الله مثواك وأحسن مأواك وأدخلك في رحمته وجمعني بك في دار كرامته. قف على قبر أبيك وقل: رحمك الله يا أبي وأحسن إليك وأسبغ فضله عليك، لقد كنت لي أبا صالحا ومربيا ناصحا، غذوتني بلبان الإيمان وعلمتني السنة والقرآن، وأخذتني بمحاسن الآداب وجنبتني ما يذم ويعاب، فأحسن الله جزاءك وأوسع عطاءك، ورزقني حسن الاقتداء بك وجميل السير على أدبك، وجمعني بك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
قف على قبر زوجتك وقل: رحمك الله رحمة الأبرار، وأنزلك منازل الأخيار، فما كان أحسن عشرتك وأكرم صحبتك، ملأت حياتي مودة ورحمة، وكنت لي من بعد ديني أحسن نعمة، كنت واحة أحلامي وبلسم آلامي وباعثة هنائي وغاسلة عنائي. إذا نظرت إليك سررتني، وإذا غبت عنك حفظتني، فأحسن الله إليك وأسبغ إنعامه عليك، وجمعني بك في دار كرامته ومستقر رحمته. قف على قبر صديقك وقل: لن أنسى صحبتك لي وكريم برك بي، كنت لي صديقا وفيا وأخا حفيا، وكنت لي على طاعة الله معينا وعلى أسراري أمينا، فأحسن الله وفادتك عليه ورفع منزلتك لديه، وجمعني بك في دار رضوانه وفسيح جنانه. الموعد الجنة والملتقى عند أبوابها، والشمل سيجتمع في جميع أرجائها. هذه عقيدتنا، وهذه هي ثقتنا بربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. فيقولون: يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم محبنطئين بعد أن يأتي الآباء والأمهات، ادخلوا الجنة. فيقول الولدان: يا رب، آباؤنا وأمهاتنا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم عند الله. فيقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر، ذاك الرجل الذي فقد ابنا له وهو وحيده، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيه قال له: ألا يسرك، أو قال: ألا تحب ألا تأتي بابا في الجنة تستفتحه إلا وتجده يسعى قبلك إلى ذلك الباب يستفتحه لك؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. فهذه هي البشرى، نستبشر بهذا الكلام وبهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يقينا في قلوبنا ومستقرا في أعماقنا أننا سنلتقي بأحبابنا في الجنة، سنلتقي بآبائنا، سنلتقي بأمهاتنا، سنلتقي بأزواجنا، سنلتقي بأولادنا، سنلتقي بإخواننا وأخواتنا، سنلتقي بأقاربنا، سنلتقي بجيراننا وأصحابنا. هذه هي عقيدتنا، وهذه هي ثقتنا بربنا. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذا فقدنا أحباءنا اليوم فلا نجزع أبدا، فهم فرطنا عند الله، وسنلقاهم غدا بإذن الله. ستلقى ولدك الذي مات صغيرا ينتظرك عند باب الجنة كبيرا، فيشفع لك عند الله ويأخذ بيديك إلى الجنة. ستجتمع مع صديقك الذي أحببته في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن. ستكون مع زوجك في الجنة ممن هم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ستعظم لك المنة باجتماع والديك في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي ختام هذا اللقاء لندعو لمن سبقنا إلى الله بحسن الجزاء، ولنسر على أثرهم بحسن الاقتداء، ولنتوجه إلى الله بالدعاء لهم، ولنقل عنا وعنهم: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا
يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا.